ما تبكيش وليده مكتوبي الظن صعيب وانتي شكيتي سمعتي الهضره انا وتقلقتي سمعتي الهضره وتقلقتي نخدع عمري بشي محال جيتي تبكي وظلمتيني وكلام الناس انا يبدل الاحوال وكلام الناس يبدل الاحوال. اليوم 29 سبتمبر هي ذكرى وفاه حسني ربي يرحمه. الله يرحمه ويوسع عليه، نطلبوا من ربي يرحمه ان شاء الله ويوسع عليه. قام من قامات الفن الجزائري واللي الغناء تاعو مازال ما يموتش، هو راهو مات بصح الغناء تاعو مازال حي. واش نقول لك ربي يرحمه، يعني خلانا يعني الغناء تاعو ما يموتش مازال، ومازال ميم انا في بالي باسكو الجينيراسيون تاعي حسني، يعني وين نروح لازم ندير حسني، نروح المغرب بالطوموبيل ندير حسني، بارتو ندير حسني باسكو حسني يقيسك يعني واش مت في الفن، يعني ما الراي حسني تعبك اللي كان هو ما كانش اللي خلف حسني. مغني شباب عاطفي، وكان الشعب الجزائري كاع يحب شاب حسني، واخر حفله تاعو دار في ملعب 5 جويليه، ومراها جات الوفاه تاعو، يعني طارق الغدر الارهاب يعني، وكاين ماشي غير هو، كاين شاب عزيز، كاين يعني نصرو، كاين دي شونتي لا نتكلموا يعني اللي قتلوهم يعني اللي توفوا العطوب، يعني هذو دي شونتور يعني كان يحبهم الشعب، وكنا في مرحله يعني تاع العشريه السوداء، يعني كان بزاف الناس اللي توفوا يعني وربي يرحمهم. ماتوا 29 سبتمبر 1994، نطلبوا له الرحمه ان شاء الله ولولاده ان شاء الله والعائله تاعو وكاع الشعب الجزائري. بما انك لحقت على حسني ربي يرحمه، لحقت على غناء، اسكو مازال حتى دروك راك تسمع غناء؟ نعم، احنا كنا عايشين في الوقت تاعو، ذاك الوقت اللي كنا ديجا يعني ما الغناء تاعو يبكي يبكي صافا اكثر ما عندي. كاين شي انا صغيره ما حضرتش على حسني، ايه ايه انا صح الان نسمع حسني. لا كاين كاينه اغنيه شحال فيك يغنيها بسم الله تامنيني غنبكي تاعش ولا هي تاع هذيك تاع الميمه الله يرحمه. واه على بالي باليوم باللي راهو الوفاه تاع الشاب حسني الله يرحمه. ربي يرحمه ان شاء الله ويرحم كاع موت المسلمين ان شاء الله يا ربي. قولي اسكو انت من الناس اللي تبغي تسمع حسني؟ انا نموت عليه حسني الله يرحمه، ما قلت لكم ما لحقتش عليه مي حتى شبيه بصح نحبه فنان مشهور سواء في العرب سواء في الموند اونتي، كاع يتيك عند الجزائريين وعند العرب كاع يتيك الموند كاع يعرف حسني. حسني مسكين مات صغير، مات في عمر واقي 30 نورمالمون في 64 زايد وميت في 94 قلتي لي هكذا 94. احنا ما لحقناش به، سما احنا حكاونا عليه عيبات في وقتو كان داير البوز، كان سماو نيميرو 1 في اورانجيري كومبلي كيما هيا. حنا سمعنا غناه كدا منا كيما هيا اختي، وفنان كبير ونطلبوا له الرحمه اختي. ربي يرحمه الله يرحمه، الانسان طيب وحسن عنده الغناء مزيان شابين، وحنا لما نسمع لنا التوفاء حنا بكينا معاه رانا معاه، ولا حنا عنده ما ماتش رانا ديما في قلوبنا ديما نسمعوا الغناء تاعو وحنا في قلوبنا الله يرحمه ويرحمه. موضوعنا تاع اليوم هو ذكرى وفاة حسني ربي يرحمه. ربي يرحمه ويوسع عليه، ان الله وان الله راجعون. كان رجل شهم وكان يساعد الفقراء والمساكين، وكان يعني رجل بمعنى الكلمة، الله يكثر مثاله، وإحنا نفتخروا بالفنان الجزائريين كمجاهدين يعني، وإحنا إن شاء الله ربي يرحمه ويسع عليه، من لون المغفرة من عند الله عز وجل. إنسان رجل شهم ومع الفقراء ومع المساكين ومتواضع، ورجال جابتهم الجزائر، وإن شاء الله نتمنى له ربي يرحمه. 28 سنة مازال حسني غنى، هو مازال كي تسمعه تقول بالك راه يغني عليا بالك راه عايش معنا. مازال تسمع الغناء تاعو الأغنية العاطفية مازال ميت، ومازال واحد ما دالوش بلاصو فيها. سي فري ميم لي بارول أي حاجة كما نقولوها مازال تعيش لدرك.
يجبدنا عليا ما تاع بكري على الوالدين وعلى كيفما ولا غتبكيني باسكو داك الشغل هذا هو الفن تاع الصح. الحاجه اللي ما تموتش مش كيما الغنى اللي راه يدور درك تلقاها ليه ليه يموت، بصح الحاجه اللي تكون صح فيها فن ما جامي ولا تموت. على حسب هضرتكم باينه بلي نتوما ملي فان تاع حسني تبغوا حسني تسمعوا بيان سير بزاف باسكو شما لو روا دو راي سونتيمونطال ما كانش واحد في الديزاد ما يبغيش حسني. شوف انا نحب رغنا تاع شوفي تاع بكري، نحب اللي جبدي تاع بكري تاع يعني الحياه تاع بكري مش تاع دوكا. حسني سونتيمونطال ويعرف يغني، الغنى تاعو نقي نقي بالبزاف باسكو كاين دي شونسون سمعتهم انا بزاف. اللي يقول حسني كان يغني في الغنى اللي ماشي مليح ولا ما كاش منها، كان يغني والناس كانت تسمع فيه. انا سمعته في مقام الشهيد، سمعته بارتو على كل حال. بارابور للموسيقى تاع درك يا بعيده بزاف، نصر وشاب حسني شاب خالد هذوما كاع الله يبارك نتعلموا من عندهم، يحكوا في الصحيح كيفاه مختي، يحكوا في الصحيح، يحكوا في حكايه، يحكوا ما همش يهضروا باطل. شغل اللي يعطونا في الحياه، يعطونا كيفاش ديريجونا، يعلمونا ينصحونا، نحبوهم. سيرتو حسني بخاس كاع الغنى اللي غناه على حياته الشخصيه، كان يحكي مشاكل تاوعه، حتى درك كي تسمعها تقول بالك راه يحكي على مشاكلي انا. بارك الله فيك، علاه واش حبيت نقول لك، حابين شغل العادي يعلم فينا، شغل اللي هو يحكي على روحه كي كبرنا احنا ولحقنا لحقنا اللاج تاع المسؤوليه ومنا، شغل حسينا باللي الشيره ويحكي علينا. واسكو درك كي تسمع حسني هكا باغ اكزومبل تشوف ولادك ولا هكا دي جان صغار يسمعوا حسني، اسكو تقول صافي بليزير زعما حد الان مازالوا الناس تسمع هكا راي نقي؟ لا يعني شوفي ذاك الوقت والوقت اليوم ماشي كيف كيف، الشباب تاع اليوم ما يخموش كيما الشباب تاع ذاك الوقت، ذاك الوقت كانت الناس كانت شغل. انا مازلت نسمع حسني حتى لدرك. تبارك مازال كي صغيره، ولكن الشباب تاع اليوم هذيك العاطفه، يقول لك الناس دوك الشباب تاع اليوم اللي يحوس على الماده، يحوس على ليزافير، يحوس على الحرقه، فهمتي كيفاش؟ شغل ذاك الوقت كانت الناس عاطفيه، كانت الناس يعني مازال عندهم هذيك الرومانسيه شويه، الشباب تاع اليوم ما كاش هذه الرومانسيه، الماده والهربه والحرقه والمخدرات والاش، هذا هو الشيء هذا، واللي يحوس الراب تاع دوك تاع اللي جان تاع دوك يحوسوا يحبوا يسمعوا الراب، يسمعوا قور. ويتبعوا الرياضه وهذا واش الشباب تاع دوكا. نعم يتبعوه من خارج الجزائر، هو انسان هو فنان محترف وله امكانيات، وكان مازال يعني يلحق ماشي غير العالميه، يفوت العالميه لانه محترف وله امكانيات كبيره جدا، ونفتخروا به ونفتخروا كاع بالفنانين الجزائريين. ضع غيابك يا غزاليه راكي طولتي في الغربه، شديتي الحب يا دلاليه يا انا وعلاش الغلبه. عرفتك شابه ما شاء الله. حسني ما حسني كاب كيما يقولوا يموت هو، بصح الفكره تبقى. كيما حسني عباره عن فكره اختي، راكي فاهمه الحكايه. كاين دوك نفهمك، دوك نعطيك اكزومبل لي اختي. انا يو سامح حسني بزاف، انا باش تاثر فيا الشخصيه تاعو شغل هو، راكي فاهمه الحكايه. باسكو كانوا الكلمات ما كاش كي تاثر بكلام ربي سبحانه. شغل كي حسني يهضر ولا يغني شغل نحسو راه مريح معايا، هكذا مريح معايا، شغل يقصر معايا انا في كل شغل. دوك تسمع كاين بزاف مساغر يقول لك راك تسمع حسني راك مقيوس هكذا من نو حسني ما يغنيش على سبور ليستوار دامور، نو يغني على كاع المجالات حسني، يغني على كلش حسني، راك ما يغني على يماه، غني على ليتيم، غني على كلش حسني. حسني ما يغنيش غير على الحب، غني على كلش، وكل واحد دو كيفاش فاش ترشق له حسني الله يرحمه. له الشيرة اللي نبغيها ديما يبان لي خيالها، هادي على صبرينا. صبرينا واش راح نقول لك، كبرت معايا وعرفت هادي شحال، وقرات معايا في فالدي دراف ليسي تاع سامي شال، وجوزنا يا مات وربي يرحمها، مات عندها هادي عامين ربي يرحمها، مات بالكونسير مسكينه، لقاو لها حبه في دارها في النوخ على الشوكي تاعها. سيرتو رانا في شهر اكتوبر شهر الوردي، نقولوا كاع اللي مرض بالكونسير ربي شوف اللي مرض بالكونسير ربي شافيهم، ويدعوا الله عز وجل الشفاء العاجل، نتمنى لكم الشفاء العاجل. بون على بالي باللي اليوم الاخر تاعو الانيفيرسال تاعو تسمى ماشي الانيفيرسال تاعو، الذكرى الوفاه تاع حسن. اليوم تسمى لو 20 انا في سبتمبر اللي مات فيه. 28 سنه من اللي مات. 28 سنه من اللي مات. ونزيد نهضر باللي على حسني صح، كان يغني الحمد لله
ما نجيبش نقول لك لو روا دو راي هو اللي كان في الراي نهار راه هو خلاص الراي راح. اسكو كنت تسمع حسني من قبل كيف مولي كان حي هو؟ اه كنت نسمعه بزاف، غير هو اللي كنت نسمعه ومازال نسمعه. يعني اغناها يعني بالطبع اه نسمعوها يعني سي نورمال مع التليفون نشوفها. شوفي اه بدا نشوفها. شنو نقول لها ربي يرحمه ان شاء الله ويوسع عليه وربي يجعله ان شاء الله من اهل الجنه ان شاء الله. ان شاء الله هذا ما نتمناه ان شاء الله. صغير خلى مسكين وليده مرته صغيره. وليده عبد الله. طفل صغير. ربي معاهم وش نقول لها. ما نسمع انا كي كنت جان كنت نسمع دوكا نسمع اسمع الشعبي ما نكذبش عليك يعني ما ولكن كي يكون هكذا في اليوتيوب يعني هكذا نقلب يعني نطيح مع غنية تاعو نسمع لها شويه لانه كان الغنى تاعو يعني لاباس كانت الناس تحبه. يعني في الراي انا هذاك هو يعني بالنسبه لي هذاك هو المغني تاع الراي الوحيد يعني اللي خلى يعني يقدر يخلي تاريخ يعني وحبوه بارتو يعني وحتى يعني الموسيقى تاعو داروا بها افلام ويعني يتبعوا في المشرق وفي المغرب وفي كل مكان. لا انا ما في الحقيقه ما نسمعش كاع الموسيقى والغناء ولكن كما حسني يعني راجل يعني الله يبارك يعني يقولي زعيم ماشي غير رجل. وانا ساعات نسمعه بصح انا كنسمع على بالك منين بقلبي ونبكي خاطر انسان فنان عالم ومدرب فوالا. عطيني غنيه هكذا اللي تبغيها من غنى حسني. عطيني الغنيه انا ما عنديش عطيني واش بالغنيه سميني واش بالغنيه. حسني عندها بزاف عندها بزاف سميني واحده عندها ما تبكيش قولي ده مكتوبي انا ما تبكيش انا. هي غنعرف تغنيها لك؟ ما نعرفش الغنيه ولا ما نعرفش ما نعرفش الغنيه. كنت نسمع هذيك تاع شوف عشقه ما دار فيا. هي حبت هي تهبلني هي العمر هي ديال هي الموتين. علاش تغنيها ناش؟ ما نجيبش خلاص. هكذا غنية صغيرة. انا قلتها لك. نعرف قلتها لك هايدا. دخلها شوية الحين. ما نقدرش. انا انا تسمع حسني في هذه الغنية بعدها مانيش عاقل عليها نعرف بيضا مون امور. خلينا هذيك كانت بيضا مون امور في ليزاني 82 83 فهمتي؟ ربي ان شاء الله يغفر له ويسامحه وربي يتوب عليه ان شاء الله وربي ما يغفرش الا الكبائر كما قال لك صاحبي نطلبوا له الرحمه ان شاء الله وكما قال لك مات هو الموسيقى تاعو ما زالت مين نزيد نعاودها ونعاودها ما قريت هادو كاع اللي راهم يغنوا الراي حسني توجور هو لهم قال غيابك يا غزالية راكي طولتي في الغربة ديدي حمدي دلالي على هو على هد الغربة مدام كاين لي سبوار علاش كاع نقطعوا لياس هي اللي جامي تروطار هاني نبغيك يا بنت الناس جوني بزوان تتوع عمري انا بلا بيك رحت ومليت وانا عايش في الظلمه جي مالك ونيت تيرا دا 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 تيرا دا 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 تيرا دا 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 تيرا دا 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 واش نقول الله يرحمه حسني ان شاء الله ان شاء الله يكون في اهل الجنه ان شاء الله.